ما هو التوحيد؟ نرسى التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. الله تعالى نوزينا خاص بلوان نرسى ده بريتو. من توحيد الربوبية. الله نا رب الله تبريتو. والألوهية. هم إله لقبر الله. لبلد كوايق يتبطن ده بريتو. والأسماء والصفات. هم اسم صفات أرنا بريتو. توحيد الربوبية ما هو؟ نرسى رب الله تعالى بريتو. إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. الله تعالى أنم إشلرندا بريتو. مثلاً الله سبحانه وتعالى هو الخالق. مثال إشن الله تعالى برلقة كتروشة. الثاني توحيد الألوهية توحيد العبودية. يكنشسة الله نغيبدة بريتو. هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد لا يعبد إلا الله إفراد الله بالعبادة. الله تعالى غيبدة تيند بريتو الله تام بشقها بركم جدا غيبدة قلنا. الثالث توحيد الأسماء والصفات. الله تعالى اسم إفراد الله سبحانه وتعالى بالأسماء والصفات. الله تعالى اسم نرنده هم صفات نرنده بريتو تاني.